وتنضم لنا السيدة انشراح أحمد مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن. أهلا بحضرتك. يمكن الأردن ضمن البلدان العربية الأكثر نموا في عدد السكان، فما هي معدلات الزيادة السكانية في الأردن؟ وأيضا يعني حدثينا أكثر عن أكثر القطاعات الاقتصادية التي تضررت في الأردن جراء الزيادة السكانية. طيب انا بصدد الحديث، اهلا وسهلا وبرحب بكم وشكرا جزيلا على الاستضافه. مساله الزياده السكانيه هي مساله بتسبب يعني دور وسط الجهات السكانيه وحكومات عديده حول العالم، وده مش المفروض يكون المقصود، يعني لان هي الزياده السكانيه المفروض انها فرصه للتمتع بحياة أكثر إنسانية. فبالنسبة للأردن، الأردن عدد سكانها يفوق 10 مليون ونصف، ولكن الأردن سوف تصل الفرصة السكانية ب2040. ليه؟ ب2040 حيكون عدد السكان اللي هم في سن العمل المعيلين يتجاوز 60%. لذلك هاي هي ما يسميها الديموغرافيين بالفرصة السكانية. ولكن الفرصة السكانية إذا كان بالأردن أو بدول أخرى تحتاج لتجهيز، لابد من أنه تكون في البيئة الملائمة لهؤلاء لهذه العمرية المحددة اللي هي الفئة العمرية من بين 14 ل 60 سنة. لابد من يكون في تجهيز إلها، يعني لازم يكون في بيئة ملائمة، لازم يكون في تدريب، ولازم تكون في فرص بتاع عمل، ولازم يكون في استثمارات عشان نستفيد من هذه الفئة السكانية اللي هي بتكون بسن العمل. إذن كيف يمكن توظيف المؤسسات، وأكيد من ضمنها المؤسسات التعليمية، في مهمة ضبط الزيادة السكانية؟ الحقيقة زي ما أنا قلت يعني بديت الكلام، أنا ما بصدد ضبط الزيادة السكانية، وإنما بصدد تحسين الحياة المعيشية والحياة عموما للسكان الموجودين أو السكان اللي حيجوا. فبيبقى إنه للدولة دور أساسي مهما كانت الزيادة السكانية ومعدلاتها. يعني أود توضيح هذه النقطة تحديدا. يعني زي ما ضربت لك مثل بالأردن، لازم يكون في استثمار في الفئات السكانية اللي بتكون بسن العمل، فلازم يكون في يكون في تعليم جيد، يتكون في استثمارات في التكنولوجيا، استثمارات في الصحة العامة بما في الصحة الإيجابية والصحة الجنسية للسكان عموما. ولكن بشكل أساسي إذا ما في استثمار في مسألة الصحة وبالذات الصحة الإيجابية، فهذا يؤثر سلبا على النساء وعلى الفتيات في نسبة استمتاعهم بالحياة التي توفر فيها أنواع من الرفاه الاجتماعي المختلفة، وده من حقوق الإنسان الأساسية.